يا جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، مساء الخير. مساء الخير وحلقة جديدة من حلقات البيت الكبير، حلقة نص منتصف الأسبوع، يعني خلينا نقول حلقة جديدة بيت كل الأهلوية، البيت اللي بيجمعنا كلنا. إن شاء الله هنتابع آخر أخبار فريقنا اللي بيستعد لمباراة مهمة جدا في ختام مشواره الأفريقي أمام سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي. طبعا بنتكلم من امبارح إنه الأهلي حسم تأهله لدور الثمانية هو وفريق سيمبا التنزاني من الجولة اللي فاتت. خلاص الأهلي بقى تاني المجموعة، سيمبا الأول رسميا، حتى لو الأهلي كسب النهاردة الماتش اللي جاي علشان الأهلي في رصيده 8 نقاط بينما سيمبا التنزاني في رصيده 13 نقطة. بس طبعا الأهلي في كل الأحوال بيلعب على المكسب علشان يفرح جمهوره، يفرحه كالعادة ويرد على المنافس كمان، المنافس اللي اتغلب على يعني على ايده طبعا فريق النادي الاهلي بهدف للا شيء في مباراه الدور الاول، واللي الحقيقه واجه الاهلي فيها ظروف صعبه كتيره يمكن تحدثنا هنا عنها بالتفصيل في البيت الكبير. هنتابع في حلقتنا دي النهارده بالتحليل الكامل مباراه الاهلي مع سيمبا التنزاني في بطوله افريقيا اللي هتكون يوم الجمعه زي ما قلنا اللي جاي ان شاء الله. هنتابع اخبار الفريق على الصعيد المحلي، ولكن قبل ما اتكلم في تفاصيل كالعاده وكل اللي معانا ارحب بزميلي العزيز الكابتن هاني رمزي. مساء الخير عليك يا سام. اهلا بيك. برحب طبعا بيكي وبرحب بالساده المشاهدين في كل مكان وكل جماهير النادي الاهلي، بقول لهم مساء الخير، برحب بيكوا في يوم جديد من ايام البيت الكبير. زي ما حضراتكم عارفين، يمكن زي ما سهام قالت، النادي الاهلي بيستعد لمباراه مهمه، مباراه مهمه. طبعا احنا تاهلنا خلاص لدور الثمانيه، لكن على صعيد الفوز، على صعيد يعني تحسين كمان الصوره والاداء اللي كانت في مباراه المريخ، النادي الاهلي عنده هدفين مهمين جدا، الريفنش، وده مهم جدا. عارفين ان فريق سيمبا هو الفريق الوحيد في المجموعه اللي فاز على النادي الاهلي، فريق مفاجاه المجموعه، فريق محترم، فريق حصل لغايه دلوقتي على 13 نقطه، بيأدي بشكل هجومي اكتر من رائع. لكن النادي الاهلي كمان رغم حسم التاهل عنده اهداف كتيره جدا من هذه المباراه، ان شاء الله تكون مباراه على مستوى الاداء تليق باسم النادي الاهلي، على مستوى النتيجه كمان الريفنش مهم جدا جدا. وزي ما تعودنا حتى لو كانت بعض حسابات الاداره الفنيه ان ممكن اي حد جديد يخش علشان نريح بعض اللعيبه، لكن دايما ده شعار النادي الاهلي، الفوز في جميع المباريات سواء داخليا او خارجيا. ان شاء الله نتمنى التوفيق لفرقتنا باذن الله يوم ان شاء الله الجمعه اللي جايه، مباراه في اطار طبعا استعدادات كمان لمشوار الدوري الطويل. حضراتكم عارفين النادي الاهلي عنده تقريبا 7-8 مباريات في شهر ابريل، ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون قدها وقدود.